وللحديث تنضم إلينا عبر الهاتف رئيسة تحالف نساء من أجل اليمن نورة الجروي، مرحبا بك. حياك الله. بعد سنتين من الحملة المسعورة للميليشيات الحوثية ضد النساء، ما أهمية ما جاء في لجنة خبراء الأمم المتحدة؟ أنا أعتقد أنه التقرير الذي صدر كان تقرير قوي وموثق، والهجين الحوثيين إذا أنا كاملة ما تعرضت له النساء خلال عامين من انتهاكات وجرائم بشعة لم تحدث في تاريخ اليمن، اليوم يوثق دوليا، ذكر أيضا أسماء أشخاص في إطار التقرير مثل شخصية الحوثي سلطان جابن، هذا أيضا إضافة قوية لإثبات من هم الشخصيات التي ارتكبوا جرائم حرب ضد النساء في اليمن. طه المتوكل أيضا أعتقد إدراج اسمه في التقرير القادم، كثير من الأسماء سوف تدرج، وهات محمد وهات، كل من ارتكب جرائم بحق النساء لن يمر وسيعاقب عليها. نعم، ماذا بعد التقرير؟ يعني ما زالت الكثير من النساء يقبعن في سجون الميليشيات، هل سيساهم هذا التقرير في إطلاق سراحهن؟ طبعا هنالك مؤتمر في شهر فبراير تقيمه لجنة الخبراء الأمم المتحدة حول النساء في سجون الحوثيين، وهو يعتبر كبداية قوية جدا، يعني تظهر المعاناة التي تواجهها النساء في اليمن من ميليشيا الحوثي، جرائم الاغتصاب، جرائم الاغتصاب، جرائم الاعتقالات أصبحت يعني ملفتة للعالم، تسجيل 288 امرأة أيضا هذا غير عادي، تم خروج عدد من الفتيات بواسطة منظمات دولية مؤخرا، في هنالك مساعي لإطلاق جميع النساء المعتقلات ومنهن أسماء ماطر العميسي التي حكمت عليها ميليشيا الحوثي بالإعدام سبقا. كل هذه الجرائم هي توثق ضد ميليشيا الحوثي. المؤتمر في الأردن هو سيطرح أهم النقاط الخاصة، وسيدرج أيضا أسماء شخصيات أخرى مثل طه المتوكل ومحمد وهاس وغيرهم من ارتكبوا جرائم حرب في قائمة الأشخاص الذين يجب أن يدخلوا قائمة العقوبات الدولية، وكإرهابيين ارتكبوا جرائم حرب بحق النساء في اليمن. نعم، لم تعير الأمم المتحدة أي اهتمام للانتهاكات الحوثية ومماراساتها القمعية ضد مناوئيها، هل هذا التقرير سيكون البداية لموقف أممي تجاه هذه القضية؟ قضية النساء لها خصوصية كبيرة، وتجاهل الأمم المتحدة لمثل هذه القضية هو يعتبر عار عليها. ما يحدث طبعا لا يستطيع أحد تجاهله، لأنه هنالك موثق. لجنة الخبراء عندما أطلقت تقريرها لم تطلقه جزافا، بل كان هنالك تحقيقات، هناك فتيات يخضعن للعلاج النفسي من جماعة الحوثي للعلاج العلناني في عدد من الدول العربية، وضع مأساوي للنساء الناجيات من سجون الحوثيين. مؤتمر الأردن سيضع أيضا المجتمع الدولي بمسؤولية أمام ما تعرضت له النساء في اليمن. مارتن جريفيث سيكون حاضر هذا المؤتمر، وسيطلق فيه يعني صرخة لكل امرأة يمنية تواجه الاعتقال، تواجه لتوقيف ميليشيا الحوثي عن ما تقوم به من جرائم وانتهاكات كبيرة بحق النساء في اليمن. نعم، نورة الجروي رئيسة تحالف نساء من أجل اليمن، شكرا جزيلا لك.